هل الكحول بيدخل من ضمن الإدمان؟ يعني محتاجين برضو نوضح ده. يعني خلينا نقول لحضرتك ان اكتر المواد المخدره انتشارا في الفتره الحاليه هيجي رقم واحد مخدر الحشيش. حشيش الحشيش ده كان في فترة من فترات في تاريخ مصر كان برضو هو رقم واحد، رجع تاني رجع تاني. بقى رقم واحد، رجع كان فتره من فترات الترامادول كان هو رقم واحد، بس دلوقتي صحيح. رجع الحشيش بقى رقم واحد. لا الحشيش كان اعتقد سبعينات او بالظبط مش كده بالظبط برضو، مظبوط. لكن وقبل كده العقد كمان. الاخير كان يمكن الترامادول ابتدى ان هو يبقى رقم واحد ما بين مرضى الادمان، لكن رجع في الفتره الحاليه الحشيش. احنا تقريبا 50% من المدمنين اللي بيجوا لنا عايزين يتعالجوا من مخدر الحشيش. وانا هاخد النسبه دي واقول حاجه مهمه جدا، ناس كتيره بتفتكر ان الحشيش مش ادمان، وناس لكن كتير عشان كده بقى القياس، لانه عشان كده بقول لحضرتك هل كانوا بيتعاملوا معاه في الفترات التانية من تاريخ مصر اللي قبل كده كإدمان؟ الحشيش يحدث الاعتمادية ويحدث الاعتماد النفسي بشكل كبير، و50% من اللي بيجوا لنا عايزين يتعالجوا من إدمان مخدر الحشيش، وبالتالي هو إدمان بشكل كبير. عايز بقى أضيف يعني لحضرتك نقطة مهمة جدا، إن دلوقتي مخدر الحشيش ابتدى يدخل فيه بعض المواد التخلقية والخلطات الكيميائية اللي بتخليه مور أديكتيف، بتخليه يحدث الإدمان بشكل أكبر، علشان الزبون رجليه تدخل في الموضوع بشكل سريع. فالحشيش اللي موجود حاليا دلوقتي لا، فيه دلوقتي إضافة لمركبات كيميائية تخليه يحدث الإدمان أكتر من الوقت السابق بأضعاف. المخدر الثاني كحول يعتبر مخدرات؟ هو طبعا يعني الكحوليات احنا بنعتبرها من المخدرات، ويعني وفي نفس الوقت في طبعا برامج للتأهيل لتأهيل مدمني الكحول، لان هو في الاخر هو ادمان، هي مادة تحدث الادمان. طالما داخل في الادمان بالظبط كده. أيوة. النقطة الثانية الحقيقة اللي بتقلقنا جدا هي تنامي المخدرات التخلقية زي الشابو وزي الاستروكس وما الى ذلك. المخدرات التخلقية النهارده ايس ب 50 مليون داخليه قبض، وبعد الكورونا الحقيقه ابتدت تنتشر جدا كمان مخدرات. المخدرات التخلقيه ليه بقى المخدرات ليه؟ التخلقيه؟ ايه العلاقه بالكورونا؟ انا هقول لحضرتك، لان وفقا للامم المتحده لما حصل اللوك داون، حصل الاغلاق للمواني، ابتدت حركه المخدرات التجاره المتعارف عليها تقف، لان المواني سواء بحريه او جويه اغلقت، فمش قادرين يهربوا، فبداوا ان هم يفكروا في مخدرات محليه الصنع تتعمل تحت بير السلم، فابتدت تنتشر في العالم كله المخدرات التخلقيه. احنا قبل الكورونا كان تقريبا 7% من مرضى الادمان اللي بيجوا لنا عندهم مشاكل مع الشابو والاستروكس وما الى ذلك. دلوقتي احنا تقريبا حوالي 17% من اللي عايزين يتعالجوا عندهم مشاكل مع المخدرات التخلقيه اللي بتضرب العالم كله في الفتره الحاليه. خليني اقول لك بقى نقطه مهمه جدا، احنا بنقلق ليه من المخدرات التخلقيه؟ لانها اكتر انواع المخدرات المرتبطه بالجرائم، لان هي بتعمل هي ميتا امفيتامين، هي منشطه وبتزود الاجريشن بشكل كبير، بتزود السلوك العدواني، وفي نفس الوقت بتخلي الشخص يعني يرتكب الجريمه بدم بارد، وبيجي له هلاوس سمعيه وهلاوس بصريه، صحيح، ويبقى فخور بجريمته. صحيح، فانا ده دايما بتؤدي احيانا للانفصام الشخصي، قريت كده ده صحيح. وخلينا اقول لحضرتك ومن اكتر المواد المخدره اللي بتؤدي للانفصام على فكره الحشيش بالمناسبة كمان. الحشيش طبعًا بيعمل انفصام طبعا. لكن خليني اقول لحضرتك حادثة الإسماعيلية بقى، وانا باخدها نموذج لخطر المخدرات الإسماعيلية اللي التخلقية. مسك الراس وقعد يمشي بيها في الشارع، هو اولا هو خد هي دي طبعا بالظبط هو خد مخدر الشابو، فحصل له سلوك عدواني كبير جدا، حصل له هلاوس سمعية وهلاوس بصرية، ان المجني عليه اعتدى على امه وعلى اخته وما الى ذلك، وابتدى ان هو يرتكب الجريمة في وضح النهار ويفتخر بالجريمة ومثل بجثة المجني عليه وخد راسه ومشي بيها في الشوارع وهو فخور.